تالي هلا محطتنا عن موهبة وإبداع، وأكيد مع الفن بأدواتها الخاصة وأسلوبها المتميز استطاعت إيجاد هوية بصرية ضمن عالم الفن التشكيلي، وحجزت لوحاتها حضور بذاكرة ووجدان متذوقي الفن من خلال عدة مشاركات ومعارض أطلقتها الفنانة التشكيلية ومهندسة الديكور نور كوا، اللي عم تستعد بآخر هالشهر 29 أيلول طبعا بعد بكرة لإطلاق معرضها الفن الفردي الرابع. يسعد صباحك وأهلا صباح وسهلا الخير، فيكي. يا هلا فيكم. يسعد صباحك نور. بداية، كيف التحضيرات للمعرض الحمد لله، وللأعمال لآخر هيك أواخر 2020؟ تمام. التحضيرات كلها منيحة، هي مجموعة صار لي تقريبا سنة عم حاول ما أعرض منها شيء لحتى تكون جاهزة لهذا المعرض. حتكون ببيتي، هي دعوة خاصة للناس تيجي تشوف أعمالي ضمن مرسمي. يعني كتير حلو انه يجي الشخص عامل يشوف. المرسم ببيتك؟ تماما، هو بيت هيك عربي دمشقي، له طابع هيك بيشبهني، عرفتي؟ فحسيت انه كتير حلو انا اعرض اعمالي داخل هالبيت والناس تيجي تشوف الورشة اللي انا حتى بشتغل فيها. يعني أكيد. أنا قلت إنه بعد بكرة، هو بكرة بكره هو صح المعرض، ثلاثة يعني أنا نفس خربطت. الشيء. أكيد نحن رح نروح ونشوف، طبعا الكاميرا الإخبارية السورية كانت موجودة أهلا وسهلا، لتشوف شو هي التحضيرات، رح نشوفها ونرجع نتابع حديثنا. يعني نور، الفنان هو ابن بيئته ودائما بيتأثر بالمحيط اللي هو عايش فيه. مثل ما قلتي، معرضك او المعرض اللي رح يكون هو بمرسم ببيت دمشقي، ونحن بنعرف خصوصية هيدا البيوت ويمكن شو بتضيف على النفسية، شو بتعطيكي طاقة او بتعطيكي دافع لانك تعبري بلوحاتك عن كتير مكنونات جواتك. خلينا نحكي عن اللوحات، عن شو بتحكي، عن التنوع، اكيد حتكون متنوعة، نحكي عنها شوي. تمام. هلا انا تقريبا من 2011 لل 2020 انا صرت شغله تقريبا بحدود ال 500 عمل. من ضمن هدول الاعمال انا اشتغلت ثلاث انماط. اشتغلت على التجريد التشخيصي اللي فيه هو تاخدي الاوتلاين من اي شكل. بعدين اشتغلت على التجريد اللي فيه لاندسكيب او شجر او هيك. والمرحله اللي هلا حاطرحها بس بطريقه جديده كمان هي التور، يعني اشتغلت على هذا الكائن بطريقه تعبيريه وانسانيه اكثر. يعني اخذت الكونسبت من حلبه المصارعه هيك. وحبيت هيك، بس يعني هي مثل حلم هذا التور انه هو يوصل رساله للانسان انه ما بلاها هاللعبه يعني. وخلينا في كثير العاب بالحياه ممكن يجني من وراها مصاري وممكن يتسلى فيها 100%. بدل ما انه هو يقتل روح يعني او يعذبها. وجمهور فظيع يعني بيجي ليحضر هيك مشاهد مؤلمه يعني. فكتير اثر فيني هذا الموضوع وحبيت اطرحه بطريقه عكسيه، انه هو التور هو عم يكون بمواضع مريحه، بمواضع يعزف موسيقى، يلعب شطرنج، او يوصل فكره انه انت يا بني ادم يعني في كتير مراحل بالحياة ممكن تعيشها تسلي وتجني من وراها مصاري عوض عن انك تأذي. تأذي. تماما. نعم، معنا البروشور طبعا الوركشوب اللي عم تحضري له لبكره. اكيد نور، عده اعمال جمعتيها على مدى سنوات، تماما. خلينا نحكي عنها شوي. هيك قد ايه تعبتي، قد ايه كان في هيك تعب تحضير؟ صراحة ما بحس تعب، بحس متعة أكثر يعني، أو بحس هو شغفي بالحياة يعني. هلأ أنا صح درست عمارة داخلية وبعد الحمد لله أنا بشتغل بموضوع العمارة،
بس موضوع اللوحة هو ممتع أكتر من إنه يكون، ما بحسه عمل أو ما بحس إنه أنا عم بتعب، يعني صح ما بنام أو بتمضى أسابيع أحيانا، بحس في جهد عضلي، بس روحانيا أنت بتحسي حالك مرتاحة، يعني مجرد تنامي يومين فأنت في بتحسي إنه أوف شو هاد. يعني حتى أنا بعد ما طبعت الكتاب هاي فعم الكتاب قلب راح نشوفه، هو إنه الجامعة في أكثر من عمل خلال سنوات، يعني ما هيك؟ تماما هن 500 عمل تقريبا 500 ما عمل. شاء الله. ايه فبعد جهد بتحسي انت لما بتتصفحي بتقولي انه الحمد انا امتى اشتغلت هدول، يعني ما بتحسي، عرفتي هو حلو. وقت عم يمضى وشغفك بيضيع هالارهاق او هالتعب. يعني يعني اللي بينسي التعب نور هو النجاح، يعني بس تماما نتيجة، بس صح، تاخدي نتيجة بتنسي شو مريتي فيه. يعني بتحسي بقيمة عملك لما بتقرشفي أو لما بتشوفي صدى هاي بالمعارض أو باللقاءات أو شيء. الإقبال حتى على تماما اللوحات تماما أكيد، وخاصة من النوه كمان سالي إنه هي كمان طالبة، ما زالت طالبة، أول طالبة بتقوم بمعرض فردي ما شاء كمان الله لإلها، يكون عندك عدة الأعمال، ما هيك؟ تماما. هلا أنا كنت سنة تانية وقت انعمل لي معرض يعني بدعوة من عميد الكلية، فكانت كتير يعني قصة هيك مميزة، انه ما كان يعني لحد الساعة هو ما صار انه ينعمل معرض لطالب بعده عم يدرس يعني. وحتى يعني انا بتشكر حتى وقت اللي يعني كنت سنة تانية كمان اخذت عضويتي بالاتحاد منحة هي حصان العير، فيعني تشجيعهم لإلنا هو اكيد اكيد بيعطينا دافع كتير قوي. أكيد. حلو يمكن زينب هيدا المراحل اللي حكيت عنها نور بي هون إذا بنشوفها تبع مراحل التورية اللي حطيتيه بموضع يمكن شوي هيك ريلاكس كان، وانه يعني عم هو شوفها قاعد عم على يتغدى كنبه. عم ياكل أو شيء تماما هي المواضيع الانسانيه يعني اكثر اللي أنا يعيشها تاخدي هذا الرمز كحيوان، يعني إنه هو شو كانت فكرتك يعني؟ هي الكونسبت حلبه المصارعه، يعني حلو كمان علاقه مصارع. هذا الكائن مع الانسان هي من هون المفهوم طلع. فهو بس اخذ الشيء الانساني وحب يطرح حلمه، يعني هو ككائن انه يعزف موسيقى او يقعد على كنبه او يكون عايش حياه بسيطه مسالمه ما فيها اذى. يعني تماما، يعني مثل ما بنعرف انه الفن هو رساله، ويمكن رساله صح واضحه كانت من انه نحن نجسد خلينا نقول بلوحاتنا شخصيات، احيانا لا كائنات مخلوقات، ولكن الرساله تبعنا هي حتكون احيانا الانسانيه، رح تكون ضد العنف، تماما رسائل بتحبي توصليها. خلينا نعرف شو أهم رسالة كنتي انتي حابة انه توصل من خلال هال500 عمل، يعني انتقيتي في شيء كان مميز عندك. هلا ما فيك تقولي بال500 عمل هي رسالة واحدة، اكيد بكل عمول عمل المميز اللي نقيتي منه. تماما بكل عمل هو في رسالة، أكيد أحيانا بتكون اللون بيعطيكي إحساس أنه أنت مرتاحة، أنت عايشة ضمن الطبيعة. حتى الطبيعة، يعني أنا الشجر مثلا اشتغلت بحدود 30 عمل بس حلو. شجر، ما شفت بحياتي شجرة تعدت على شجرة وقامت ضربتها أو قتلتها أو شيء. فهي المفاهيم الإنسانية بحس أنا هي اللي بحاول دائما فوكس عليها، المميز أو المواضيع يعني بالآدميات، حتى أنه بتشوفي مرأة عم تغسل أو مرة مع أطفالها عم تلعب أو العشاء السري أو الدرويش، المواضيع الإنسانية اللي إحنا كبشر منعيشها يعني. فأنا بحس إنه هي أنا، يعني تمام. أنا هون بهذا المطرح اللي فيه تحبي رسالة مواضيع السلام والأمان يعني دائما تماما، والقصص اللي فيها مواضيع إنسانية أكثر. طب خلينا نور نحكي شوي، اليوم انت طالبه عم تاخذي الشيء الاكاديمي والنظري لكن عم تطبقيه بمنظورك بشكل عملي، كيف عم تشوفي واقع الفن التشكيلي بسوريا، خاصه انه نحن يعني ما بيخفى احد انه بهالسنين الاخيره كثير نشطت المواهب، نشطت هي الحركه، حتى شفنا اهم المواهب الجديده طلعت ومثلت سوريا حتى بمعارض خارجيه. تماما. هلا اول شيء انا ماني طالبه، انا متخرجه من 4 سنين عمارة داخليه. ثانيا هلا انا بشوف انه دائما دائما الانسان السوري حاضر بقوه باي مجال، يعني مو بس بالفن التشكيلي، يعني نحن عندنا جلد عن جد باي مطرح بالعالم بتحسي السوري هو شخص مميز. صحيح. فحاليا هون او بدي اقول بمنطقتنا انا بتمنى انه نحن ينعطى فرص اكثر او
تنفتح مجالات أكثر لحتى يقدر يبدع الإنسان السوري داخل بلده، ما يفكر إنه يطلع لبرا أو هيك. يعني شفتي هلأ كل الناس عم تحاول تهاجر بس لحتى تاخذ فرص أكثر، فأنا بتمنى إنه هو كل حدا ناجح وكل حدا عم يعمل هيك شيء مميز بسوريا إنه هو يقدر بسوريا يعني إن شاء الله يا ربي خلق ظروف يقدم هالشيء. اقتصادية أفضل. يمكن نور في هيدي اللوحة اللي هي تمثل العشاء السري للسيد المسيح والتلاميذ، يمكن أيضا كان لها نصيب من لوحاتك. خلينا نشوف هيدي اللوحة، هلا هي الاعمال هلا هي كمان ضمن مجموعه. اغلب المواضيع اللي اشتغلتها اللي هي مثلا شغلت عالميا هي كانت ضمن مجموعه اعمال، يعني مثلا العشاء السري هنا 20 اعمال من ضمنهم هاي الصفحه. هو عمل عالمي انا حاولت جسده باسلوبي بطريقه تعبيريه وبطريقه بتشبهني، يعني بتشبه شغلي. حلو كتير. أكيد يعني نور، المعرض حيكون بكرة، رح يستمر 4 أيام تقريبا، لواحد طبعا 12 وأكيد الساعة 6 المساء رح تستقبلي الناس اللي بتحب تطلع على كل أعمالك. شو الشيء الجديد اللي ضفتيه هالسنة بالمعرض؟ هلا هي المواضيع اللي 3 مواضيع اللي انا اشتغلت عليها هي مطروحه ضمن الوركشوب هلا بمرسمي. يعني فيك تقولي يمكن التكنيك شوي مختلف، ضفت الكولاج، ما كنت بهالقد جرأة، يعني كانت مساحات يمكن بنائية أكثر بأعمالي، هلأ شوي صارت فيها حرية أكثر. يمكن هاي المرحلة بأعمالي بتشبه المرحلة بحياتي، يعني أنا حتى حدا كتير متجدد، يعني ماني نمطية، ما عندي عادة، ما عندي يعني في الصبح مثلا ما بشرب قهوة أو ما عندي شيء عادي، عرفتي؟ ما في فحتى روتين. ما في روتين، حتى بأعمالي نفس الشيء، يعني ما في روتين، فدائما في تجدد، فأكيد حتشوفوا هذا الشيء بالوركشوب عندي. نوري عم نشوف من خلال التسيرة الذاتية لإلك اللي هي بآخر الكتاب مشاركات عديدة، يمكن سافرتي يا نور، كان إلك مشاركات خارج سوريا؟ هلأ خارج سوريا شاركت بألمانيا ب3 معارض وبال بس أعمالي طلعت، وببيروت رحت على بيروت؟ ببيروت بطلع على طول بس بألمانيا هي مشاركات بس كان بال 2018 تماما ايضا كان ضمن المحافظات السوريه بالسويداء بال 2015 كان لك مشاركه بعنوان حواء تماما. حلو كثير. احكي لنا قديش كان شو شعورك بس كنتي برات سوريا ومثلتي سوريا، يمكن خلال فتره الحرب اديتي رساله يعني من وطن جريح نوعا ما. تماما. هلا نحن بتعرفي بنحاول دائما لما بنطرح اعمالنا بخارج سوريا انه نأدي صورتنا كسوريين بغض النظر عني انا كنور، يعني فبنحاول انه هي تطلع بابهى صوره او بافضل اعمال يعني، وما بعرف الى اي حد هذا الشيء يعني ممكن ياثر عن العموم يعني. طيب نور، اليوم شو بتنصحي كل حدا، يعني كل طالبة فايتة على هذا الدومين بدها تبلش أولى خطواتها من خلال تجربتك أنت، شو بتنصحي اليوم؟ بصراحة لكي هلأ الكلية دائما بتعطي الأساسيات، يعني كأكاديميا يعني أنه بتعطي كل شيء صح لحتى الطالب يتأسس، بس لحتى يصير فنان تشكيلي أو ليصير مهندس مثلاً انا بعتبر هذا الشيء هو اجتهاد شخصي، يعني كل ما قدر يتعب على نفسه اكثر، كل ما قدر يطلع اكثر، ينزل على المعارض يتفرج، يحضر مثلا افلام مثلا لفنانين كبار او شيء، فبحس هذا الشيء هو اللي بضيفه، الممارسه هي اهم شيء، يعني حتى بالعماره انا لو ما نزلت ورشات مثلا واشتغلت على ارض الواقع هذا الشيء ما فيه يخليك توصلي لهون يعني. اكيد نحن بنتشكرك كثير يا نور، نقول لك موفقة إن شاء الله، هيك بنشوفك بأهم المعارض. شكرا. كمان شكرا لك. يا هلا.